عقب ما خلصنا العرض التجريبي اللي أنا سويته لكم، أبي أسوي لكم الحين عرض تقديمي راح يخص حق أحد موادي في قسم الكيمياء. بس بنوه عليكم بشغلة أنا ذكرتها هني في اكسبلور، راح طبعا يطلع لنا الفيديوهات اللي منتشرة في بريزي واللي عندها أكثر عدد لايكات وأكثر عدد مشاهدة. مثلا هذا الفيديو قلت لكم وين يبين متى نزل الفيديو والكومنتات اللي نكتبهم، ترى تقدرون تكتبون كومنت تشجيعي. طبعا عدد الكومنتات هني 465. طبعا أنا أقدر أكتب كومنت مثلا good وأرسله. فنزل هني الكومنت نور العدواني، طبعا هني عدد الأيام اللي يعني متى أرسل هالكومنت وتعليقي. أقدر أرد على تعليقي وأقدر هني أمسحه. الرد حق الواجهة الأساسية أبي أختار قالب عشان أسوي منه العرض التقديمي. طبعا لودينج كي يتحمل. نوعا ما صاير بريزي كثر الضغط والجماهير قاعد تقل شوي 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 شوي، قاعد تقل اللودينج التحميل قاعد تقل سرعته، لأن ما شاء الله من هالبرنامج في أكثر من 75 مليون مسجلين فيه. راح تظهر هني طبعا لنا قوالب، وقلت لكم انتم اذا تبي تشوفون قوالب اكثر تحطون كلمة مور تطلع لكم قوالب. هنشوف لي قالب اقدر اختاره. هشوف هذا لا، احس القالب وايد كبير. مثلا هذا يبي نص تقديمي وايد كبير او يعني في نصوص وايد، انا ما راح اختاره ابي اغيره. والحين قاعد يتحمل عشان يردني حق اختار لي قالب واحد من القوالب اللي موجودة. طلعت لي القوالب مرة ثانية، ابي اختار قالب يكون بسيط واقدر اشرح منه اللي ابي. فلنختار مثلا هالقالب. هم هذا أحس إنه وايد كبير، بس خلينا نشوف شلون أقدر أستخدمه. ضغطت بريزنت، أبي أشوف مثلا هذه الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. هذه خمس قوالب غير الصفحة الرئيسية، ما أعتقد إنه راح يكفيني، فراح أختار قالب آخر. طبعا اخترت هالقالب في يمكن 9 شرايح راح أستخدمهم. هني راح أحط العنوان، راح أكتبه.
كتبت العنوان. هني أبغير مثلا سماكة الخط، راح أخليه عريضة. هني أنا أقدر أغير نوع النص، يعني مثلا اخترت هالنص ده ما عجبني، أقدر أغيره وأرده أي نص أبي، أنا عاجبني هالنص. وأقدر أغير اللون الكتابة، أقدر أخليه أسود. وأقدر الحين أنا أغير وين أبي أحط العنوان، فأنا أبي أحطه شوي فوق. في الصفحة الثانية أنا أبي أدرج صفحة من باوربوينت، راح يكون فيها اسمي اسمي ورغم الاي دي مالي حق الجامعة. هني قاعد تحمل الصفحة عشان تنزل. تحملت الصفحة، أسحبها، أسحبها من هني وأحطها. طبعا راح أمسح كلمة توبك لأن أنا مو محتاجة أحط نص هني. حتى هني كليك كليك راح أمسحها. راح أكبر الصفحة وأغيرها شوي عشان تماشي معاها. فأول صفحة قلت لكم أنا ضفت العنوان، الصفحة الثانية أدرجتها، أما الصفحة الثالثة راح تكون التكبير الزوم. راح أشتغل شريحة رقم 4. أنا عشان الوقت حبيت أكتب النص في الوورد، مجرد أني بس أنسخه وأضيف له بعض التعديلات مثل اللون والسماكة. فأدخل برنامج الوورد وأنسخ منه اللي أبي. مثلا أبي أحط هالسؤال، هني وأبي سميك، ومثلا أبي تكون يكون مايل وأكبره شوي. وأقدر أضيف نص ثاني، أدخل هني وأضيفه. طبعا بغير تعديلات كم شغلة وأسوي بكذا شريحة. مسحت النص اللي توه، راح أدخل الشريحة رقم 5 وأضيفها فيه على الأقل إنه ما أضيف أو أكدس النصوص ورا بعض. راح أحطها هني وأحاول إني أعدل وأغير شوي من عندها. هني في شريحة 7 ضفت النص، بس في شريحتين اللي هم رقم 8 و9 ما راح أقدر أستفيد منهم لأن أنا حاطة نص وراء كبير. بس أنا بعلمكم شلون أقدر أحذف هالشريحتين، أضغط عليها وأضغط ديليت، اختفت. أقدر أضيف بهالشريحة، بس الشريحة اللي كانت على اليسار ما راح أقدر أضيف فيها. أما هني أنا أبي أضيف رابط في اليوتيوب، طبعا ما راح يطلع لي رابط، راح يطلع لي فيديو insert يوتيوب فيديو. طبعا أنا نسخت الرابط، الحين أبي أحطه best insert. طلع لي الرابط. طبعا هذا الرابط أو الفيديو يتكلم عن أسباب احتراق آيفون جالكسي 7 اللي احترق. راح أمسح هني النص، أمسح الفيديو، بس برد أمسح النصوص هذه وأضيفها مرة ثانية. هذا أهو، أبي أكبره وأخليه في الوسط. والحين أنا خلصت عرضي. مثلا أنا أبي أغير لون هالسهم،
متحددة أغيره، مثلا أخلي النابي، بس أنا عاجبني لونه وخيري، أنتو كيفكم شنو تبون تقدرون تحطونه. مثلا نشوف هني إذا سميك أو عادي، هذا شوفوا تغير صار سميك، إذا عادي الخط الضعيف تغير. فهذا يكون العرض. الحين بوريكم يا شلون راح يكون. هذه الصفحة، وكذي ينتهي عرضي. مثلا أنا خلصت الحين العرض، مثلا أنا نسيت ما أضيف نص، أقدر أروح مثلا أشوف هذه تكون، أحط مثلا insert، ده أنا أبي تكون داخل هذه، أقدر أرفع شوي الفيديو أو أصغر من حجمه وأرفعه فوق، أحط insert. واختار هني أي شريحة أنا أبيها، مثلا بشريحة دائرية مع نصها أو هذه، فانضافت هني شريحة أقدر أستفيد منها. مثلا أنا أبي ثنتين، راح أضيف واحدة ثانية وراح استخدمهم احط فيهم نصوص. والحين بعيد لكم العرض عقب ما ضفت الشريحتين، يعني ما تغير شيء، شوفوا هذا الفيديو وصاروا الشريحتين تحت كهما اللي ايه هي 10 و11 و12، هذه 11 وهذه 12، وكذي ينتهي يكون عرضي. كذي انتهى عرضي. بس إذا أنتوا حابين نضيفون شرائح يقدرون نضيفون، بس أنا ما حبيت أكثر عدد الشرائح. أقدر أضيف وأضيف بعد صورة. وايد أنا استفدت من هالبرنامج، لأن وايد تغير فكرتي عن العروض التقديمية غير عن الباوربوينت، لأن الباوربوينت أصبح ممل كثر ما أن الناس تستخدم باوربوينت. حبيت أستخدم هالبرنامج شيء جديد، وقام ينتشر الحين بيننا، بس يمكن أنا توني عرفته وايد واستفدت منه، وإن شاء الله ما راح أستخدمه الحين، راح أستخدمه حتى لما إذا اشتغلت وصرت مدرسة، لأنه وايد راح يخلي طلبة ينتذبون معاي وينتبهون على العرض وشنو راح أقول وشنو راح أحط لهم. يعني مو شيء تقليدي، مو شيء هم شايفينه من أول، راح يكون شيء جديد، شيء هم ما شافوا. يمكن هم تعودوا على الأبلات اللي عندهم الأساتذة إنه يورونهم بس إذا سووا درس راح يسوونه عرض تدريسي في الباوربوينت. أما أنا استخدمت اليوم شيء وايد مختلف، شيء وايد زين. خلصت اليوم الفيديو هذا، أتمنى تكونوا استفدتوا من اللي قدمته، وأترككم مع زميلتي سارة عشان تكمل علي الباقي، وتبي تسوي طبعا هي عرض تقديمي في اللغة العربية، أنا سويت في اللغة الإنجليزية، أما هي بتسوي عرض في اللغة العربية لأحد المقررات اللي هي ماخذتهم، وإن شاء الله تستفيدون مني ومنها. وأترككم مع زميلتي سارة عشان تشوفون إيه شنو راح تسوي وشنو راح تبدع لكم، وأتمنى أن ينال إعجابكم مثل ما نال إعجابي، وإنكم تشوفون ولا إنكم تستخدمونه، صراحة وايد أنصح فيه، وبالتوفيق.